اعلنوا انه في كارثة كبيرة جاية على البلد ولازم تمضي اسبوع بالملجأ. عندك 30 غرض بدي اياك تلاقي 10 منهم بتصف لي اياهم هون. معك دقيقتين ووقتك ببلش هلا. وبدأ فريق الحل على السكة بتحدي الحصانة. نبيه وكأنه عنده عزيمة بالملجأ ركز على تنوع المائدة. نعمت عم تتوقع الأسوأ، حريقة على الأرجح. ميريام البنزين عندها أولوية، بدها تولعها، بس الباسبور ليش بإيدها؟ استردت الجينز لأنه ما بيغذي ولا بيضوي. جوزيف ونيس ما عم بيفكر إلا بسلامته ولاحق على المعلبات. مالك بده يضل على تواصل مع العالم الخارجي. استندنا على مراجع موثوقة والترتيب الصحيح هو المي، الأكل المعلب، بدنا نار، الراديو لنسمع أخبار برا، الديحة أما كيف يكون الكبريت، بيل، الصحة العامة، الإسعافات الأولية، المعدات، تيب. جوزيف ونيس كانت خياراته الأقرب للمعايير المتعارف عليها وفاز بالمرحلة الأولى. فائز بتحدي الحصانة لازم يأثر على زملائه ويقنعهم بأولوياته على طريقته. كل واحد منكم نقى دجا 10 أغراض، هلا بدي اياكم مرة تانية ترجعوا تنقوا 10 أغراض وتحطوها بس كفريق كامل. معكم 5 دقايق. كثير سيء ما في كهرباء. بالقرار الجماعي لاختيار لائحة بتجمع بين الأولويات، جرب كل شخص يقنع الآخرين بصوابية خياراته. طيب لا إذا بدنا ننتقل لحدا مطلوع الكهرباء شو بدنا في عاصفة وفي كارثة. ميريام عم بتناقش بحيوية، جوزيف طريقته مختلفة. بيمشي على الطريق ما بعرف شو المشاكل. مش عايزين أنت بتعرفي بخصوص التمريض للبيت. كارثة ما بتعوز راديو لأنه إذا في كارثة بيكون أنت بتعرفي بخصوص كسروا الكونكشن ما في كونكشن. لحظة جماعة أنا بدلت حسيت هيدا ما رح نعوزه إذا جبنا كان مطبوخة. نو ما في تركاوي دقيقة. ما في شيء مهم. ما بتعرف قد الساعة. نبيه بس خلص الوقت خلص الوقت. بحسب المراجع العالمية وحسب تأثير كل فرد على المجموعة اختياره أهم 10 أغراض، الفايز بلائحة الحل على السكة هو جوزيف ونيس.